الآن لعلكم ترون. أيوة الآن ترون، الحمد لله. الأدب العربي وتعليمه لغير العرب وتحديات العولمة، هذا هو المستوى الثاني، يعني بالإنجليزي يسمونه المستوى المتقدم أو الأدفانس يسمونه بالإنجليزية. والمحاضرات التي نلتقي بها كل يوم اثنين لا بأس أن نذكركم بها هي 7 محاضرات، نعم، وفي كل مرة نتحدث عن أمر يتعلق بالأدب العربي، لأن الموضوع الذي نتحدث فيه هو اسمه الأدب، تعليم ليس لغير العرب، لا، الأدب، مقدمة، نعم، اسمه مقدمة في الأدب العربي، نعم. الموضوع الذي نلتقي به في هذه المحاضرات هو طبعا موضوع مذكر، هو يتعلق بالمقدمة بالأدب، وقد اخترنا مقدمة لأن الحديث عن الأدب العربي واسع. ثم المعهد العالمي للفكر الإسلامي يعني طلب منا أن نحدد أبرز المحاور المهمة في الموضوع، فأعطيناهم عناوين 7 أو 7 عناوين، نعم. فالعنوان الأول كان رسالة الأدب للحياة، وقد التقينا في الأسبوع الماضي في رسالة الأدب للحياة. ثم اليوم تعليم الأدب لغير العرب، والذي يليه سيكون عن عناصر التجربة الشعرية، يعني نتقدم خطوة خطوة حتى نفهم الأدب. طبعا لا يخفى عليكم أن الأدب هو موضوع مهم لمن يتعلم اللغة العربية، والسبب في ذلك أن أي لغة من لغات العالم إذا أنت أردت أن تتعلمها يجب أن تدخل من باب الأدب. اللغة في حد ذاتها هي أفكار ومعاني، أو هي وسيلة للتواصل، ولكن الطريق المعبر عن اللغة هو الأدب، واضح؟ فإن شاء الله نحن سنخطو معكم، ولذلك اخترنا كما ترون هنا الحضارة واللغة والأدب، الحضارة واللغة والأدب، نعم. فنريد بهذا العنوان، نريد أن نؤكد أن هذه المفردات متعاشقة أو متماسكة، متماسكة أو يكمل بعضها بعضا، الحضارة، اللغة، الأدب، نعم. فمما يؤكده أو مما نجده في المصادر والموارد، نعم، مما نجده أن معظم الدارسين يؤكدون هذا المفهوم، سواء الذين هم مهتمون بتعليم اللغة أو بتعليم الأدب أو بالعلوم الإنسانية بشكل عام. فهنا نحيلكم إلى دوركايم. دوركايم هو فرنسي، يقول أنه هو أشهر عالم اجتماع، يعني social scholar، يعني عالم اجتماع، نعم. يؤكد أن ما هو أساسي في الحضارات يثبت في الآداب، يعني كل أمر يتعلق بالحضارة، نعم، نجد صورته أين؟ في الآداب. فإذا الحضارة مرتبطة بالأدب. وعندنا عالم آخر ما يزال على قيد الحياة هو صلاح فضل، يؤكد هذا المعنى، فيقول إن الأدب، أو يرى أن الأدب، إذا يقول اسر إن، لأن بعد ما يقول قول همزة إن تكون مكسورة، نعم. فيرى أن الأدب روح اللغات. الأدب ما هو؟ روح اللغات. وأن تجديد اللغة
يكون عبر التجديد في أشكال الأدب. إذن مما يؤكد علاقة الأدب باللغة أنك لا يمكن أن تجدد في اللغة إلا عن طريق الأدب. هذا وجهة نظر الدكتور صلاح فضل. نعم. ثم هناك ممكن نؤكد هذا المعنى، العلاقة بين اللغة والأدب كذلك. حين نطلق كلمة الأدب فإن الأدب هو صورة من، حين عفوا نطلق، حين نطلق كلمة اللغة، سبق الإنسان، حين نطلق كلمة اللغة فإن الأدب هو صورة من صورها، أي من صور اللغة. لماذا؟ لأن مادة اللغة ومناط الأحكام اللغوية هي الوثيقة العلمية والتاريخية، ليس الوثيقة العلمية فقط بل التاريخية كذلك، التي تسجل القيم الشعورية والخيالية. إذن هذه المقولة أيضا تؤكد العلاقة بين اللغة والأدب، ونحن في هذا السياق نريد أن نصحح الفكرة السائدة. ما هي الفكرة السائدة؟ أن اللغة هي الأهم، وهي التي ينبغي أن يركز عليها الطالب أو المتعلم. لا، اللغة والأدب كجناحي الطائر. الأدب لا يمكن أن يثبت بدون لغة، واللغة كذلك. نعم. فالقيم الشعورية والخيالية، أي العاطفة والخيال، لا يمكن أن نجدها هكذا اعتباطا، هي موجودة في الأدب. نعم. هذا المؤتمر العالمي سبق أن تحدث عنه في المحاضرة السابقة، واليوم أيضا أتحدث عنه، المؤتمر العالمي الأول للتعليم. هذا المؤتمر عقد قبل نحو 50 عاما، احنا اليوم 2020، هو سنة 77، لو قلنا 70 إلى 2020 يصير 50، خلينا نقول 43 سنة على وجه الدقة، قبل 43 سنة أو 43 عاما. هذا المؤتمر عقد لأيام من 31 ثم 1 2 3 4، يعني أكثر من أسبوع إلى 8. نعم. حضره ممثلون عن 40 دولة، وقدم في هذا المؤتمر 150 بحثا، وإضافة إلى الدراسات المسحية، المسحية مستديكيس، أو والله نسيت الكلمة بالإنجليزي، نعم، دراسات المسحية التي تقدم، أو الميدانية ممكن نسميها، الدراسات بالإنجليزية أو الإمبريكية يسموها إمبريكس، نعم، دراسات مسحية. فالبند الثاني يوصي بالعناية بجميع فروع اللغة العربية. إذا هذا مؤتمر اجتمع فيه رؤساء سياسيون وعلماء متخصصون، فمقرراته مهمة. وعقد هذا في أعقاب محاولة حرق المسجد الأقصى التاريخية. لو ذهبتم إلى جوجل وكتبتم، أو هذه قاعدة المعلومات الموجودة ويكيبيديا، نعم، وكتبتم حرق المسجد الأقصى، ستعرفون أن هناك محاولة كانت في سنة 69، نعم، فبعد المحاولة بتقريبا 9 سنوات، 1777 عقد هذا المؤتمر، فقرر مقررات كثيرة تهم بناء المجتمع المسلم، أو بناء المجتمع العربي، أو بناء المجتمعات الإسلامية. فيوصي بالعناية بجميع فروع اللغة العربية واعتبارها مادة إجبارية. إذن اللغة العربية مهمة لأنها لغة القرآن الكريم، لأننا بدون اللغة العربية لا نفهم القرآن الكريم، لا نفهم أحكام الشريعة الإسلامية.
ثم يوصي المؤتمر بتعريب التعليم. إذن البند الثاني أو النقطة الثانية هو تعريب التعليم في البند 3/7. وفي البند الآخر الذي أو المادة الأخرى 1/4 يحث على تكوين مدرسة إسلامية. ما معنى مدرسة إسلامية؟ يعني خلينا نقول مذهب إسلامي أو خلينا نقول قاعدة إسلامية. نعم، في ماذا؟ في النقد الأدبي، ومبنية على أصول إسلامية، وتستطيع القيام بنقد الآداب الدخيلة. لاحظوا، مؤتمر يهتم باللغة العربية وبالأدب وبالنقد وأكثر من ذلك الفنون. ما هو السبب؟ الفنون هي صورة من صور السياسات، وذلك نسمع مثلا المسلسل الفلاني منع من الدولة الفلانية، المسلسل الفلاني يراه كذا مليون، الفيلم الفلاني شوهد كذا مرة. ليش؟ لأنها وسائل للتأثير في بناء الشخصية. فإذن هذا المؤتمر مهم، وبنيت عليه قرارات ونفذت. يعني ليس أحيانا بعض المؤتمرات مجرد حبر على ورق، لكن لا، وبثقت من هذا المؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، هذا الاسم القديم، لا المؤتمر الإسلامي سميه، منظمة المؤتمر الإسلامي، والاسم الجديد سميت بمنظمة التعاون الإسلامي، ومقرها في السعودية في جدة. نعم. طيب، الآن ونحن نتحدث عن أهمية تعليم اللغة العربية، ينبغي أن نعرف أن الأدب، عفواً، عن أهمية الأدب العربي، ينبغي أن نتذكر أن الأدب هو مكون من عنصرين أساسيين، عنصرين مهمين، هما الشعر والنثر. طيب، ما الذي وصل لنا من الشعر والنثر؟ لاحظوا، هذه المقولة جاءت في الجاحظ وفي كتب أخرى، في الكتاب البيان والتبيين، ما تكلمت به العرب من جيد المنثور، المنثور عن النثر، أكثر مما تكلمت من جيد الموزون. ما المقصود بالموزون؟ الشعر جيد. فأيهما أكثر التي تكلم به العرب؟ المنثور والنثر أكثر منه. فلم يحفظ من المنثور عشره، العشر يعني 1/10، عشره ما أعرف الإنجليزية، أنا أعرف half يعني نصف، third ثلث، لكن العشر ما أعرفها. طيب، العشر 1/10، جميل، يعني 9 أعشار النثر ضاع، والذي وصل إلينا 1/10 أو 10% ممكن. ولا ضاع من الموزون عشره. إذن كم وصل من الموزون؟ 90%، والذي ضاع 10%، بالعكس بالضبط. طبعا الجواب سهل، لو سألنا لماذا وصل من النثر العشر ووصل من الشعر 90%، الجواب سهل، لأن الشعر أسهل حفظاً، وكان الناس يرون الشعر ويتراون الشعر. لو الآن أعطيناكم قصيدة من 7 أبيات وخطبة من 7 أسطر، ستحفظون الأبيات أسرع من حفظكم للنثر. هذا هو السبب الحقيقي. طيب، الآن ابن قتيبة يحدد، أو يعني نأخذ الأفكار عند العلماء القدماء ثم ننتقل إلى المحدثين. ابن قتيبة صاحب كتب كثيرة، منها المعارف ومنها الشعر والشعراء ومنها الإمامة والسياسة، ويعني كتب كثيرة. توفي سنة 276 هجرية، يعني القرن الثالث الهجري. نعم،
فيحدثنا في مقدمة كتابه، أظن هذا أخذته لأجد المصدر هنا، ربما الغالب ليس من كتاب الشعر والشعراء، الكتاب الآخر. على كل حال، ماذا يذكر ابن قتيبة عن الشعر؟ لاحظوا، وكان حق هذا الكتاب أن أودعه الأخبار عن جلالة قدر الشعر وعظيم خطره. فإذا الكتاب الذي يؤلفه يريد أن يخبر الناس عن أهمية. ما معنى الجلالة؟ يعني شيء عظيم. الخطر سيريس، يقول سيريس خطر. فإذا الشعر بالنسبة لابن قتيبة وللعلماء المسلمين هو قضية خطيرة. ما سبب خطرها؟ ما سبب أهمية الشعر؟ نعم، لأنه يتضمن قضايا كثيرة ستأتي. لاحظوا ما كتب باللون الأحمر، لاحظ سأؤشر، لاحظ المديح، الهجاء، الأخبار، الأنساب، الحكم. فإذا رفعه الله بالمديح، فإذا هناك ناس، من الذي رفعهم؟ المديح. فإذا المديح مهم. طيب، ثم وضعه بالهجاء، ناس نزل قدرهم. نعم، بأي سبب؟ سبب الهجاء. طيب، وعما أودعه العرب من الأخبار النافعة. إذن يوجد في الشعر أخبار نافعة. نعم، هذا في محاضرة أهمية الشعر نذكره دائما، كيف أن وفدا قدم إلى المدينة، نعم، جماعة جاءوا ليبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، وضاعوا بسبب الصحراء. يقول وكدنا نهلك فلم ينجدنا أو فلم يوفقنا للوصول إلا أبيات لامرئ القيس. نعم، أظن جيمية عند ضارج. نعم، ممكن نجد الأبيات في أحد الكتب، هذا كتاب. نعم، يعني أبيات تتناقلها الكتب وترويها في سياق أهمية الشعر. و نعم، هذه نعم ولما إذن ميمية، ولما رأت أن الشريعة همها، نعم، وأن البياض من فرائصها دامي تيممت العين التي. فإذا في هذين البيتين جاء ذكر عين للماء، فواحد يتذكر البيتين، لما ذكر البيتين بحثوا عن المكان فنجوا. فإذا الأخبار النافعة والأنساب، الصحاح والحكم، قال عليه الصلاة والسلام إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. نعم، والعلوم. إذا ليس في الشعر فقط معرفة، بل هناك أيضا علوم. عن أي شيء؟ عن الخيل. الخيل بالنسبة لهم مهمة. إحنا اليوم الخيل ليست مهمة لنا فقط ننظر إليها في حديقة الحيوان وممكن في المسابقات، أن تكون هناك سباقات رياضية يتسابق، لكن الخيل كانت لا، شيء مهم في حياة العربي. والنجوم، ما أهمية النجوم؟ وبالنجم هم يهتدون، وعلامات وأنواعها والاهتداء بها، والرياح أيضا مهمة، وما كان منها مبشرا أو جائلا، والبروق، وما كان منها خلبا. إذا البرق نوع الخلب ونوع الصادق، والسحاب وما كان جهاما أو ماطرا. لاحظوا كم كلمة باللون، كل هذه هي معارف
وعلوم لم نكن نصل إليها إلا عن أي طريق؟ إلا عن طريق الشعر، هذه المعارف. فإذا الشعر كان سجل، كما جاء في أثر آخر لعمر، كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منهم. مهم، نعم. ثم نلاحظ، ننتقل إلى نقطة مهمة وهي موضوع المحاضرة، تعليم الأدب لغير العرب. نقول في هذه الفكرة يوجد بعدان، dimension، two dimension، بعدان ومستويان، two level. فإذا بعدان ومستويان حينما نقول تعليم. الأول أن هذا الأدب يدرسه أبناء الذين تعاملوا معه، هذا إذا نوع. يعني أنت مثلا جئت من نيجيريا، ممكن عندكم اللغة الرسمية الإنجليزية، أو الأخ جاء من باكستان اللغة الرسمية أردو، السواحلي في شرق أفريقيا، يعني كل في بلده له لغته الأم. طيب أنت حينما تدرس أدب لغتك الأم، هذا غير أنك تدرس أدب اللغة العربية، لأن أدب اللغة الأم يرتبط باللغة التي تتحدث مع أهلك وأخوانك وتتكاتب بها وتدرس بها. البعد الثاني، هذا البعد الأول. البعد الثاني، أبناء اللغة ليست لغتهم. إذا عندك نوعين، واحد يدرس أدب لغته الأم، والآخر لا، ليست لغته. فالنوع الثاني هو الذي نحن نعنى به في هذه المحاضرة، وهو يدرس، عفوا، يدخل في موضوع العربية بوصفها لغة ثانية، Arabic as second language، أو يدخل في علم اللغة التطبيقي، Applied Linguistics، علم اللغة التطبيقي. ومن الضروري التمييز، نعم، بين هذين البعدين، وكذلك بين مستويين. المستوى الأول عناصر الأدب وخصائصه، هذا يدرسه الطالب من النوع الأول. والثاني الأدب العربي لغير العرب، مثل ما الآن أكثر المستمعين لي هم من الجامعة الإسلامية وماليزيا. نعم، أنا أحدثكم عن الأدب العربي، والأدب العربي ليس أدب لغة الأم، عندك الملايوي مثلا أو اللغة الماليزية، ولكنك اليوم تدرس الأدب العربي. فماذا يتضمن؟ لابد من هذا النوع من الأدب أن يتضمن عناصر ثقافية، ويعنى التي تجمع بين العرب وغير العرب التي يعتمدها الإسلام. طبعا هناك دراسات ورسائل جامعية كتبت في هذا الموضوع، ومنها ما يطلق عليه المحتوى الثقافي، يعني culture، هذا الثقافة، المحتوى، contents of culture، المحتوى الثقافي للأدب العربي. المحتوى الثقافي للأدب العربي يجب أن يكون هذا المحتوى مفهوما بالنسبة للطالب الذي يدرس هذا الأدب. إذن بعد البعدين والمستويين ننتقل إلى خصائص الأدب العربي. ما هي خصائص أدبي الأدب العربي؟ قل الأدب العربي يمثل التجارب الإنسانية التي تفرض حياة البشرية على مدى الحياة وعلى امتداد الزمن. طيب، ما هي العناصر الأربعة المهمة في الأدب؟ المعنى الشريف، المعنى العالي، خلقياً وفكرياً وإبداعياً
والإحساس يعني المشاعر أو العاطفة والأداء المهذب المقصود بالأداء اللغة. إذا أنت عندك معنى تريد أن تعبر عنه، كيف تعبر عنه؟ باللغة. التعبير عن المعنى الشريف بلغة مهذبة هذا هو الأدب. إذا أربعة عناصر لابد منها في الأدب أو في تعلم الأدب العربي: المعنى الشريف والإحساس النقي والأداء المهذب يعني اللغة المهذبة والغاية النبيلة. الغاية ممكن أيضا تعني الهدف. وبالمفهوم الإسلامي طبعا هناك مصطلح آخر يسمونه الأدب الإسلامي، وهو مصطلح قريب من الأدب العربي لكنه أعم. أما الأدب العربي ففيه خصوصية، فهو بمنزلة الكلام. إذن الأدب بمنزلة الكلام، حسنه كحسن الكلام وقبيحه كقبيح الكلام. فإذا الأدب العربي حسب مفهومه هو مثل أي كلام نتحدث به، كما أنني لو جلست إليك وتحدث ربما تخرج فرحا وربما تخرج حزينا أو منزعجا لما تستمع لمحدثك، نعم، وتكون في حالة نوع من السعادة، أو ربما في حالة من الحزن، نعم، وقبيحه كقبيح الكلام. إذن هذا الأدب العربي وخصائصه. هناك ظهرت طبقة من العلماء المعنيون المهتمون بدراسة الشعر والنثر، نعم، وهي طبقة متقدمة وذكية، كما ظهرت طبقة المفسرين القرآن الكريم، وطبقة المحدثين الذين يجمعون الحديث النبوي، وطبقة الفقهاء الذين يضعون الأحكام الشرعية ويبنونها على القرآن فكذلك ظهرت طبقة نسميهم النقاد أو المنظرون الذين يعني يضعون ضوابط للأدب العربي ومعايير. ونقاد الأدب هم غير النحويين واللغويين، هناك طبقة أخرى اللغويون الذين يهتمون بجمع اللغة واستقرائها واستنباط الأحكام منها، هذا تلك نسميها اللغويون. طبقة النحويون والصرفيون. وطبعا العلم يعني عصور متأخرة كان متكاملا، يعني لا نجد واحد يقول اليوم إذا حدث والله أنا اختصاصي الأدب الجاهلي. إذا سألته في شيء عن الأدب الحديث أو لا أعرف وأنا اختصاصي، لا، كان العلم موسوعيا. فإذا ظهرت، نعم، ابن قتيبة وهنا ابن سلام الجمحي والجاحظ، وأخذنا يعني رأيين اكتفينا برأييهما والبقية فقط ذكرنا الأسماء. ابن سلام الجمحي 234 ماذا يقول؟ الشعر صناعة وثقافة يعرف أهل العلم كسائر أصناف العلم والصناعات. والجاحظ كذلك يؤكد هذا المعنى، إنما الشعر صناعة، لاحظوا فقط. فإذا اتفق العالمان على أن الشعر ما هو؟ صناعة. طيب، مثل إذن أي مهنة أخرى، فكما أن هناك النجار والحداد والخباز مثلا من المهنة القديمة، والعامل الذي
البناء الذي يبني البيوت إلى آخره. كأي مهنة أخرى نجد أن الشعر أصبح حرفة. والذي يعرف أسرار الشعر أو خصائص ناقدا بالإنجليزي يسموه professional يعني محترف. فإذا الشعر صناعة. طيب ونكمل تعريف الجاحظ وهو عالم كبير من علماء العرب والإسلام وقد كان ولد في البصرة جنوب العراق حينما كان العراق ماذا كان؟ كان أحد مراكز الحضارة الإسلامية المبكرة. نحن اليوم 1440 يعني حوالي قبل قول شرط وضرب من الناس وجنس من أي شيء من التصوير. فإذا صورة مهمة في الشعر وكذلك اللغة مهمة. النسج يشير إلى أي شيء؟ إلى اللغة. طيب. وإنما المعول كلام الجاحظ على إقامة الوزن وتخير اللفظ وسهولة المخرج على سهولة المخرج وكثرة الماء وفي صحة الطبع وجودة السبك. شوف النسج والسبك كلمتان في دلالة واحدة. وطبعا هذا التعريف مهم حينما ندرس النقد أو نظرية الأدب نبدأ به لأنه يمثل تاريخا قديما. إذا جاء بعد الجاحظ ابن طباطبا العلوي القرن الرابع الهجري ثم قدامة ابن جعفر صاحب كتاب نقد الشعر ابن طباطبا عيار الشعر ثم أبو علي المرزوقي الذي شرح حماسة أبي تمام ثم ابن رشيق القيرواني صاحب كتاب العمدة في نقد الشعر. فإذا هؤلاء أربعة وابن سلام خمسة والجاحظ ستة وابن قتيبة سبعة والحقيقة هم ممكن إذا نستقرهم أكثر من عشرة لكن نحن ذكرنا أشهر هؤلاء النقاد في هذه الشريحة أو في هذا العصر. الآن لو أردنا أن نعرف شيء عن ضوابط الأدب العربي بشكل عام، ما ضوابط الأدب العربي أو الأدب الإسلامي؟ هنا أنا أتيت ب مصطلح الأدب الإسلامي. طيب هل هناك فرق؟ ممكن واحد يعترض علي ويقول لماذا تستخدم مصطلح الأدب الإسلامي؟ فأقول الأدب الإسلامي هو المصطلح الصحيح نعم حينما نخاطب غير العرب. أنا أتحدث هنا عن الأدب العربي لغير العرب نعم. فإذا يجب أن نختار الأدب الإسلامي. فما هو الأدب الإسلامي؟ هو يمثل تصور الإسلام انطباعات للوجود والكون وهياكل الإنسان والحياة وليس المقصود به الأدب أركان شيء وبناء شيء آخر. أركان الشهادة الصلاة الزكاة الحج نعم ثم الإيمان بالقضاء والقدر هذا كما جاء أنتم بالله وملائكة لا هذا الإيمان عفوا لكن الأركان ربما يعني كما هو معروف لديكم خمسة أركان أركان الإسلام. لكن هل أركان الإسلام هي الإسلام؟ الجواب لا. أركان تبقى أركان الإسلام لا يكون بناء له أرضية وله سقف وله بناء وله يعني تقول مثل الفرق بين البيت وأركان البيت. فإذا ليس المقصود بالأدب الذي يتحدث عن العقيدة. العقيدة هي جزء لكن هل هي كل شيء في الإسلام؟ إن شاء الله.
هل المقصود بالأدب الإسلامي أن نرشد الناس إلى الطريق لا، هذا يعني واحد من الأهداف. الأدب الإسلامي هو الأدب الذي يعبر عن تصور الإسلام للكون، للوجود، للإنسان، الحياة. إذن هو من الإسلام هذا العقيدة، لكن ليس كل الإسلام. نؤشر على هذه الجملة، ليس كل الإسلام، كما أنه ليس الغاية والهدف. هناك تعريف آخر يقول أن الأدب هو كلمة مؤثرة حية تصل إلى القلوب وتحرر الشعوب وتبني الهمم. ثم هناك تعريف رابطة الأدب الإسلامي، الأدب هو التعبير الفني الهادف عن الإنسان والحياة والكون وفق التصور الإسلامي. طيب، ضوابط المناهج لغير العرب، ما هي ضوابط المناهج؟ لما أنا أضع منهج، لما أريد يعني أدرس الأدب العربي في ماليزيا، أدرس الأدب العربي في لاغوس عاصمة أو مدينة مشهورة، الجامينة أظن أيضا مدينة في أفريقيا، أديس أبابا مثلا في شرق أفريقيا. حينما أدرس الأدب العربي في بريطانيا، حينما أدرس الأدب العربي في كاليفورنيا أمريكا، طيب في البوسنة، في يعني في العالم غير العربي، كيف يكون تدريسه وما هي ضوابطه؟ أول شيء نربط بين الحضارة والأدب. تحدثت في البداية الحضارة والأدب دور كائن كذا. ثم يجب أن تكون النصوص التي نختارها تعبر عن خصائص الأدب ووظيفته، ثم تحقق المحتوى الثقافي للدارسين من غير العرب. طبعا المحتوى الثقافي يعني أربع عناصر: المفهوم القومي، والمفهوم العربي، والمفهوم الإسلامي، والمفهوم الإنساني. أربع دوائر. فمحاولة تحقيق هذه العناصر ليس أمرا سهلا. يجب أن يكون اللجنة أو الشخص المكلف على وعي في محاولة تحقيق هذه العناصر في الكتاب أو في النصوص التي اختارها. وكذلك المعجم، نحتاج دائما إلى معجم، وهذه نقطة حقيقة تفوق فيها الغرب. أنك لما تدخل في مادة اللغة الإنجليزية، الأستاذ يقول أين معجمك؟ يجب أن يكون معك المعجم. لكن لما تدخل في حصة اللغة العربية لا تجد هذا السؤال، وهذا من وجوه خلل. إذن يجب أن يكون عندنا معجم يساعدنا على فهم المادة التي ندرسها، ويكون هذا المعجم أحادي وليس ثنائي. في الابتدائية الثانوية ثنائي ما في مشكلة، لكن لما تصل الجامعة لا، في قسم اللغة العربية كل شيء تقرأه بالعربي، قسم اللغة الإنجليزية كل شيء تقرأه بالإنجليزي، وهكذا. ثم التدريبات المكثفة. فإذا نحن أشرنا إلى ربط الأدب بالحضارة، إلى فهم خصائص الأدب النقطة الثانية، إلى المحتوى الثقافي الشامل، إلى المعجم الخاص. ثم العنصر الخامس هو التدريبات. يعني شنو ماذا نسميه في الإنجليزية؟ الإكسرسايز أو درلز أو ترينينج أو يعني براكتسينج كذا يعني. نعم، فالتدريبات مهمة جدا، وهي تساعد على تطوير المستوى للطالب الذي يدرس في الأدب العربي. تصميم المنهج ينبني على قواعد المعلومات ومتطلبات الواقع الجامعي. جيد. فإذا يعني تصميم المنهج مسألة مهمة، و تنبني دائما على استبانة. سير الاستبانة، ماذا تسمى الاستبانة باللغة الإنجليزية؟ التي
نوزعها حتى نكون فكرة عن البيئة التي نحن نريد أن ندرس فيها. والاستفادة تساعدنا على معرفة الواقع التعليمي، مستوى الطلاب الذين ندرسهم. ثم بعد ذلك التذوق، يعني خطوة ممكن نقول الخطوة الأخيرة والمهمة، كيف نستطيع أن نحقق عنصر التذوق؟ الفهم خطوة أولى. طبعا الفهم أيضا فيه مراحل، وأعلى درجات الفهم هو التذوق، بمعنى أنك حينما تقرأ النص الشعري تفهمه وتتذوقه، كما أن للطعام مذاق، فهناك من الطعوم ما هو حلو وما هو ملح وما هو مر وما هو إلى آخره، يعني هناك طعوم مختلفة، مستويات مختلفة. كذلك عندما ندرس الأدب يجب أن يتحقق عندنا هذا العنصر. الآن ما هي المجالات التي نستفيد منها؟ المواقع الإلكترونية يسموها ويب سايت ممكن، أو جروبس، أو الكتب، مجلات، ثم المقابلات، المؤتمرات، كونفرنس، نقول ميتينغز، ممكن ميتينغ، الجوائز الأدبية، هناك مصدر من مصادر المعرفة، الجوائز الأوردز التي يأخذها الأدباء، فمثلا جائزة نوبل، لما نعرف أن فيكتور هوغو أخذ جائزة نوبل لماذا؟ مثل سائل، أو نجيب محفوظ أخذ جائزة نوبل، أو في الرواية، في القصة، في كذا. ثم كنا نوادي، مواقع تعليمية، ومنها مثلا الجزيرة، ومنها مركز الملك عبد الله لخدمة اللغة العربية. طيب، بعد تصميم المنهج تأتينا نقطة مهمة، وهي فاعلية المهارات أو أهمية المهارات. الذي طالب العربي يتعلم اللغة ممكن لأنها لغة الأم، يبدأ بقراءة أحكام النحو، أحكام الصرف، ضوابط الأدب، وهكذا. نعم، الطالب العربي بإمكانه أن يأخذ جزئيات اللغة كما هو معروف في المدارس العربية والجامعات والمعاهد، لكن الطالب غير العربي لا، المهارات دائما تدرس اللغات على أساس المهارات. والمهارات هذا المصطلح جاءنا من الغرب، نعم، والمقصود بها هي هنا نؤشر عليها، لما أعمالها باللون الأحمر، المهارات الأربع، نعم، الاستماع، الكلام، القراءة، الكتابة، أربع مهارات. فإذا فاعلية المهارات مهمة حتى تصل إلى مرحلة تذوق الأدب، نعم، وتدريس اللغة بطريقة الوحدة، يعني وحدات، syllables مناهج، الوحدات، تحضر الكلمة الإنجليزية unit ممكن، نعم، فإذا وحدة تتعلق بكذا، وحدة تتعلق بكذا، دائما عبارة عن وحدات، ويجد الباحث نفسه ليعالج أو ليفهم اللغة بطريقة صحيحة، وكذلك ليفهم الأدب كذلك، نعم، بطريقة صحيحة، نعم. نحاول أن نتابع الوقت قليلا، لماذا لا يظهر الوقت؟ نعم، وراء، نعم. فإذن
كما قلنا المهارات مهمة، فيجب أن يكون لدينا اطلاع ومتابعة دقيقة في هذا الجانب، نعم، حتى نستطيع أن ننتقل من مستوى المهارات إلى أي مستوى؟ إلى مستوى التذوق الأدبي وفهم الأدب، وهو الغاية النهائية. يعني إحنا الآن لو أي واحد من يستمعون لي يستطيع أن يفهم كلام العرب، سواء كان شعر جاهلي أو إسلامي أو عباسي، يستطيع أن يعود إلى المعاجم ويصل إلى المعنى، المعاني الأولية والمعاني الثانوية. إذن هو ليس بحاجة إلى محاضرتي، إذن هو ما شاء الله أقول هو وصل إلى مستوى جيد، وهذا هدفنا. وأنا أدرس الأدب العربي سنوات طويلة، ولكن مع ذلك لا أزعم أنني أستطيع أن أفهم كل كلام العرب، فيأتيني من الكلام ومن الأشعار ما أحتاج إلى التأمل، ما يحوجني إلى التأمل حتى أستطيع أن أفهم المقصود منه. فإذن تدريس اللغة بطريقة الوحدة والمهارات كما قلنا، وهذا ذكره معظم الذين تحدثوا عن تدريس الأدب. الآن بعد المهارات عندنا تقريبا ثلاث نقاط مهمة، وإن كان فيها كم شريحة، تقريبا 10 شرائح، نعم تقريبا 10 شرائح، تبدأ ب14 وتنتهي ب24، نعم. عندنا 4 منها يتعلق بالموسوعات، إنسيكلوبيديا، نعم. سنطلع الآن أول موسوعة، الموسوعة الشعرية. طبعا تلاحظون رقم كبير، 2,400,000، رقم كبير. وطلعت على هذه الموسوعة قبل أكثر من 10 سنوات، واليوم يعني للأسف يمكن لو تحاول تدخل الإنترنت ممكن تجدها، وبعض الإخوة أرسلها، لكن النسخة الأصلية هي التي تفتح، إذا كانت غير أصلية تواجهك مشكلة. حاولت لم أستطع، لكن قديما كنت استفدت وتحدثت عنها في بعض بحوثي، نعم. تقدم إحصائيات statistics، إحصائيات عن الشعراء وفق العصور وعدد قصائدهم وعدد أبيات، وفيها مصادر تراثية. هذه الموسوعة 265 مرجع من أمهات الكتب، مهم، وتساعدك أن تبحث في الدواوين وفي المكتبة بشكل مفصل عن طريق الكلمة، نعم، عن وتعطيك بعد تحديد كلمة ورقم الصفحة وتعريف الشعر والمصدر والمرجع. فإذا نطلع على هذه الموسوعة في صور، هذه صورة كما تلاحظون، مثلا ما هنا كتب ابن دراج القسطلي، هذا شاعر أندلسي، تلاحظون كتبوا الولادة والوفاة بالتاريخ الهجري والميلادي، يعني وفاته 431، ولادة عادة غير مهمة. وهنا تعريف بكم سطر، سطرين، ثلاثة، يعني 5 أسطر، تعريف موجز. كيف استخرجناه؟ لاحظوا هنا تعريف شعراء، استماع، بحث. يمكن لا تستطيع قراءة الكلمات، لكنني أنا أستطيع بحكم أني طلعت على الموسوعة، نعم. ولاحظوا ابن ابن ابن، فكم عدد المكتوب هنا أمامي في هذه الموسوعة؟ 2,300 شاعر، ليس قليل. والقصائد 117,000، والأبيات 1,480,000. طبعا هذا تمثل الموسوعة، لكن عندنا موقع آخر اللي هو المكتبة، فيكمل المكتبة، فإذا 1,500,000 عن طريق هذا الموسوعة، و مليون آخر عن طريق المكتبة، نعم.
الآن لاحظوا بعد أن رأينا الصورة السابقة نريد نتطور بعد أن كانت تمثل تعريف الشعر. الآن أريد أن أعرف ماذا يوجد عند ابن دراج خاصة اللي من الشعر في هذه المرة. أضغط على هذا، نضغط على المؤشر هذا اسم الشاعر فيجينا هنا هذه الصورة. لاحظوا لا أسماء ابن حربون ابن حسب التسلسل ابن دراج. وكنت أبحث عن قصيدة داعي عزمات مصطدامي تسير فوجدتها أيضا. لاحظوا كيف؟ فهذه هي القصيدة، شوف ثلاث خطوات. ثم الشبكة العنكبوتية، إذا كم مصدر عندنا الموسوعة؟ واحد، اثنين الشبكة العنكبوتية وهي تسمى بالإنترنت. ثم الوسيلة الثالثة هي الحاشود نفسه. فما فائدة الشبكة العنكبوتية؟ أنها تدعم التعلم مدى الحياة. الإنترنت أنت كم يكون عمرك سواء طفل أو كبير السن تستطيع أن تقرأ، وترفع كفاءة الطالب اللغوية. كم ساعة تقرؤون أنتم بالإنترنت؟ إذا واحد قال لي ساعة أقول قليل، ساعتين قليل. لو في كل يوم ثلاث ساعات في أوقات مختلفة سنجد أنك تتطور. اليوم وسائل التعلم أصبحت متاحة ولا عذر لنا أن نقول والله أنا ما سجلت. لا، بإمكانك حتى لو كان تخصصك ليس اللغة العربية بإمكانك أن تطور اللغة عبر الإنترنت، لا سيما وأنت تدرس في بيئة أجنبية. يعني أنت تدرس اللغة العربية في ماليزيا، فالشبكة العنكبوتية ستفيدك في هذا المجال. الحاسوب الآن مدخل جديد الإنترنت، يعني أي واحد منكم عنده لابتوب 90% من الطلاب عندهم، زين. فالحاسوب يعطيك مثل اللغة أو تعلم اللغات على شكل ألعاب، زين، والأنشطة المتنوعة والاستقلالية، أنك تستطيع أنت وحدك. بينما في التعلم لا، قديما كان ما نستطيع نقرأ إلا بوجود معلم. إذا نحن اليوم عندنا وسائل متاحة كبيرة في هذا المجال. أيضا المتعلمون مشاركون، يعني قبل المتعلم مستمع، لا الآن متفاعل. الحاسوب يوفر بيئة تفاعلية افتراضية. إذا عندك بيئة واقعية وبيئة افتراضية. وفي الحاسوب السهولة، لابتوب شايل أي مكان تذهب تستطيع تفتح، تذهب إلى مكان تصحح مثلا عندك تصحيح سيارة تفتح لابتوب تقرأ فيه، أو تفتح والله آيباد يسموه، يعني حتى في الهواتف الذكية اليوم موجود معلومات بإمكانك أن تطور لغتك. تقرأ الصحافة العالمية من خلال التلفون الجوال. فإذا السهولة، المكان المناسب، الزمان أو الوقت المناسب، ولم يعد المعلم العنصر الإيجابي الوحيد. لا، هناك يعني الإنترنت هو العنصر الإيجابي، الموسوعات، نعم، وليس كما كان قبل فقط المعلم. فتقدر تشكل مجموعة جروب، وأنا مشترك في 3-4 مجموعات، في كل ما أدخل مجموعة أستفيد، أقرأ معلومات جديدة. طيب، التصفح العشوائي يكسر رتابة التعليم. التصفح العشوائي يعني أنت تشعر بملل تدخل موقع آخر، تشعر بملل تدخل موقع آخر. فرتابة يعني regulation اللي هي regularly، يعني كل شيء العادات الثابتة بإمكانك أن تكسرها. كيف؟ عن طريق الحاسوب. وتشترك في الحاسوب الحواس، السمع والبصر واللمس. ويخلق الحاسوب بيئة افتراضية يتعلم الدارس من خلالها. أيضا أهمية الإنترنت أهمية كبيرة،
نعم يحقق المرونة في الوقت والمكان وإلى عدد كبير. الآن أتحدث أنا إلى 40 واحد من الأخوة الفضلاء، ممكن يستمع لي 100، ممكن 200، ممكن بالآلاف. هذا كان غير متاح قبل، فصل قاعة يعني الذي يجلس فيه طلاب فقط تتسع إلى 20. يريد واحد 21 22 يقول متأسفون لا يوجد مكان لك، مرة قادمة تعال مبكر. لكن في الإنترنت الوضع مختلف، عدد أكبر. المعلم، هل نلغي المعلم؟ لا، المعلم يبقى مرشدا. ما تلاحظوا ماذا كتبنا؟ المعلم مرشدا، ناصحا، موجها، مديرا، قائدا، مستشارا، ناقدا، مسهلا، مصمم. كل هذه الصفات لأهمية المعلم، فيبقى المعلم مهم، لكن يكون هو مشرف ومرشد، لا يقع العبء الأكبر عليه. قديما كان المعلم أول ما يدخل يتحدث إلى تنتهي ساعة، مثل ما أنا الآن أقع عليكم محاضرة، لكن في الحقيقة ممكن هذه المحاضرات نختصرها في 15 دقيقة، وأقول كل واحد يفتح اللابتوب وأنا أتجول عليكم. في الحالات العادية بسبب كورونا الآن هذا لا نستطيع أن نعمله، لكن لو ذهبنا إلى مختبر وكل طالب معه حاسوب وكل طالب يفتح، فسنجد أن المواقع التي تتحدث عن الأدب العربي ليست قليلة، كثيرة جدا وفيها بركة. الدراسة الميدانية أيضا قمنا بدراسة ميدانية، فوجدنا أن الصحيفة العربية كانت لها الأولوية. أين أجد الورقة؟ لأن هذا يبدو لما طبعنا فيه نقص. أظن أيوة صح، أشرطة الكاسيت كانت رقم 6 والصحيفة العربية كانت رقم 1، وأما الإذاعة والقنوات التلفزيونية فكانت تأخذ أهمية أقل. شايف كيف؟ فهذا دراسة إحصائية، استبيان أو دراسة ميدانية. إذا الصحيفة العربية رقم 1، أشرطة الكاسيت رقم 6، والإذاعة والقنوات، كل هذه وسائل للتعلم. نعم شارك، وزعنا على استبانة فكان هذه النتيجة. بالنسبة للعصور، العصر الإسلامي كان له الصدارة، والجاهلي والعباسي. بالنسبة للنصوص النثرية المترجمة كان لها الصدارة، وكان هناك نصوص شعرية وقصة وخطابة وأمثال ورواية، لكن النصوص المترجمة كان لها رقم 1، والبسطحية كانت آخر شيء، مع العلم البسطحية مهمة. أثر القصة، نعم هذا آخر سلايد لأن الوقت تقريبا وأدركنا، يعني بدأنا في 5:45. فالقصة تعطينا الثروة اللغوية وتنقلنا إلى مواقف حية وتعطينا الجو من المرح وغرس الثقة بالنفس. أظن هذه آخر شيء أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو عندكم أسئلة ممكن نستمع لكم. عليكم السلام ورحمة الله. So we welcome any question from the brothers. You can also raise hand, can ask directly. No question, Prof. No question, huh? That is just أسئلة, huh? Yeah. Because if you don't have questions, that means you are intelligent.
Sometimes they feel they hesitate. They feel not if they ask that thing. No, asking something very important. يعني سئل أحد العلماء كيف تعلمت قال من عدم الحياء من السؤال. سألنا لا يدل على ضعفنا بالعكس يدل على تفاعلنا ونحن دائما نشجع الطلاب على الأسئلة لكن لا بأس ممكن سنحدد يعني المحاضرة الأخيرة الأستاذ شهران اليوم ومعنا غالبا المحاضرة الأخيرة تكون للمراجعة فإذا كان عندك أي أسئلة وتكتبها ممكن تطرح الأسئلة إن شاء الله في المحاضرة الأخيرة طيب أخ شهران هل نختم؟ شهران يفهم العربية الحمد لله We close? Yes, yes. We continue next week, inshallah. نعم نختم بالدعاء لكم بالنجاح والتوفيق المستمر إن شاء الله. إن شاء الله. وأن تخصصوا وقتا لا تبخلوا على تعلم اللغة العربية هي لغة القرآن. فأرجو أن تكونوا كرماء في الوقت حتى تتعلموا بإذن الله. آمين. شكرا لمشاركتكم وشكرا للمعهد.